في الوقت الحالي وفريق الفتيات الكورية نيو جينز بتواجه مشكلة جديدة، وده من بعد ما تم اتهامهم بتقليد ونسخ مفهوم فريق الفتيات المكسيكية المشهورة باسم الجينز واللي كانت مشهورة في فترة التسعينيات. وخلينا نتكلم معاكم عن الموضوع من البداية من كل الجوانب. من فترة مش طويلة وسائل الإعلام المكسيكية كانت بتهاجم بشدة فريق نيو جينز الكورية واتهموا المجموعة بتقليدها الواضح لفريق الفتيات المكسيكية الجينز مع وجود أدلة قوية على اتهامتهم. فنيو جينز ما اكتفتش فقط بسرية اسم المجموعة ولكن كمان تصميمات الرأسات وأسلوب الشعر وحتى الملابس، وكمان سرقوا المفهوم. ففرقة الجينز المكسيكية ظهرت لأول مرة في عام 95 وكانت فرقة بتتمتع بشعبية كبيرة جدا حتى عام 2008، وطبعا من بعد انتشار الأخبار دي في كل مكان الجمهور الكوري تفاعل معها. فالبعض كان شايف ان فرقة نيو جينز ملهاش الحق أبدا تتهم فرقة تايلت بتقلدهم لأنهم في الأصل قلدوا محتوى فرقة تانية، وإنه من الصعب جدا يكون كم التشابه الكبير ده هو مجرد صدفة، وإن وكالة هايب بتتعامل مع الجمهور على إنهم أغبياء. أما البعض التاني من الجماهير بدأ في الدفاع عن فرقة نيو جينز وقالوا إن في نجوم عالميين هم كمان قلدوا فرقة الجينز كالمغنية بيانسي مثلا اللي ارتدت قبل كده ملابس مشابهة لفرقة الجينز، وإن فرقة نيو جينز عادت إحياء أجواء الألفينات اللي كانت موجودة أصلا في كل مكان. ولكن الشيء المميز إن فرقة الجينز المكسيكية ردت على كل المشاكل دي، وده كان على تعليق واحد من المعجبين بالإنستجرام: من فضلكم قولوا أي شيء عن الموضوع. تتعرض فرقة نيو جينز للهجوم بسبب مشاكل السرقة الأدبية، وهم مجموعة فتيات لم تتجاوز أعمارهم 18 عام. ومن هنا ردت فرقة الجينز المكسيكية وقالت: نحن نحب هذا، عودة التسعينيات إلى الأجيال الجديدة. والرد ده كان معناه بكل وضوح إن فرقة الجينز المكسيكية ما عندهاش أي مشكلة يتم تقليدهم. اكتب لي في التعليقات انت هو رأيك في موقف فرقة نيو جينز ووكالة هايب، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.